السلام عليكم خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كدير مع الصحة؟ خواتاتي اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحوت مشرمل. كيفاش نشرملو؟ ولكن هذا الصمتة، هذا الحوت الصمتة، هذا ما عرفتش كيفاش يقول لي في الدول العربية، ولكن حنا كنقولوا ليه الصمتة. هذا كيجي زوين وبنين، ولكن كيبغي الحامض وكيبغي التشرميله مزيانه. انا غادي نشرملو اليوم معكم، وغادي نقول لكم القوام اللي كندير فيه اشنا هو، باش كيجي بنين ما تبعيش منه هاد الصمطه. واخا حتى هي دايره، حتى هي غلات هاد الصمطه، كانت رخيصه ولكن دابا زادوا فيها بزاف، بلات غاليه، ولكن كتجي بنينه وزوينه. اللي جربها غيولي ياخذها ديما هي. المهم عندي هنايا شي ربعه ديال الصمطات، اما غاسلهم ومقطعهم بحال هكا، و سميتو ربعة الصمطات بحال 4 كيلو، راه وحده فيها كيلو، بحال 4 كيلو ديال الصمطه. عندي هنا قزبر ومعدنوس والثومه، حكيتهم الثومه حكيتها والربيع مقطع هنا في هذا باش غادي نشرب من الحوت. عندي هنا الحامض، كاس ديال الحامض صغير، والزيت ما عامرش بزاف حتى هو غنديرو نشرمل به. وعندي هنا العطريه، عندي الخرقوم بلدي، عندي السودانيه، الكامون، هذا القزبر محكو، القزبر مطحون، قزبر كارم هو مطحون، عندي سكنجبير، عندي الملحه، وعندي البزار والتحميره. شويه ديال القزبر مطحون حتى هو كيجي زوين في الحوت، كيبنن الحوت، لاخص هذا الحوت هذا كيجي زوين معاه. المهم خواتاتي غتبقاو معايا، غادي ندير معكم المقادير. دابا غادي نشرملو، بسم الله. غادي نكب الحامض، كاس ديال الحامض ما عامرش كاس صغير هذا، وغادي ندير هاد الزيت ما عامرش هو شويه، غير باش تطلق العطريه ما تبقاش مركبه. وغادي ندير هاد العطريه هادي كلها، وغادي نخلطها صافي. وغادي نكب الحوت هنايا وغادي نشرملو، وحتى يتعقد شويه بلاتي شويه، وعاد نقليه. ها نتوما خواتاتي راني زدت واحد نص كاس د الماء بحال هاد الحامض، بحال الكاس اللي درت به الحامض، زدتوما يلا باش تخلطات لي العطريه بحال هكا، باش ما تجيش العطريه ناشفه. ودابا غادي نبدا نشرمل الحوت معاكم، وغادي نحط الطبسيل حتى الاخر، وغادي ندير ليه السلفون نخليه مرقد شويه بلاتي شويه ونقليه. خواتاتي عندي هنايا نكمل معكم هذا الشيء، درت هاد البصله حكيتها، حكيت البصله حكاك رقيقه، وحكيت معها مطيشه، وغادي نزيد عليها المعدنوس وشويه الملحه والبزار والزيت، شويه الزيت ما غنديرش الزيت بزاف، وشويه الملحه والبزار باش والمعدنوس، غنزيد فيها المعدنوس وغادي نرافقها مع الحوت. نديرها معكم ونوريكم المقادير كيفاش كتجي زوينه كنرافقها مع الحوت، كتجي زوينه. كنديرها هكا خضره، كنطيبها ما والو، غير البصله محكوكه ومطيشه، وغنزيد عليها المعدنوس وشويه الزيت والملحه والبزار، صافي. درت الملحه وشويه البزار وشويه ديال الزيت، غندير شويه الملحه وشويه البزار وشويه الزيت، شويه البزار وشويه الزيت، صافي. ها شويه الزيت، هاد الشلاضه هادي كتكون خضره باش ترافق مع الحوت، غنديرها مع الحوت كتكون بحال هكا، درت فيها المعدنوس والزيت والملح والبزار، صافي كتجي بنينه وزوينه كترافق مع الحوت الشلاضه. خواتاتي غادي ندير ليه الفرص، شويه الفرص، غادي نقليه. كلشي عارف كيقلي الحوت، كلشي عارف كيفاش كيتقلى الحوت، غير هاد الصمطه كاين اللي ما كيعرفهاش، بالاخص في الدول العربيه اخرى ما كاين اللي ما كل واحد كيفاش كيدير ليها. المهم انا غير تنوري وصافي. المهم كاين اللي هنا في المغرب بعدا كلشي عارف كيفاش كتقلى الصمطه، كاين اللي ما تيعرفش الله يحسن العوان، وكاين اللي المهم انا نهضر على الدول العربيه، حنا كنديروا لها بحال هكا، كنشرملوها وكنقليوها ضروري من هذا الشيء، من العطريه والحامض ضروري باش الحوت كيجي زوين وبنين في العطريه. خواتاتي ها هو الحوت طاب، شوفوا كيفاش جا محمر
زوين كيجي بنين هاد السمطه، كتجي زوينه. كاين الدول العربيه اللي ما عارفاش كيفاش كيسميوها، حنا كنسميوها السمطه. هاد الحوت سميتو السمطه، مشرمل بالعطريه كيجي بنين وزوين. ايوا صافي، هذا هو الشكل النهائي ديالته. اخواتاتي ما تنساوش تدعموني عفاكم وديروا لي جيم وتعاليق زوينه. وشكرا على المتابعه وعلى اللايك وعلى التعاليق وعلى كل شيء. الله يحفظكم.